بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنكمل جزء الشوب دروينج. طبعا في الفيديوهات اللي فاتت احنا خلصنا الشوب دروينج الاعمال الانارة، ده طبعا كان المستوى الاول. في مستوى ادفانسد ان شاء الله هيبقى قريب باذن الله. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين ده العمارة السكنية اللي احنا كنا شغالين عليها في المستوى الاول بعد ما خلصنا لها الشوب دروينج بتاعها. زي ما حضراتكم شايفين كده نفس اللي احنا قلناه في ال7 فيديوهات اللي فاتوا بتوع المستوى الاول في الانارة. ان شاء الله احنا في الفيديو دوت هنبدأ نتكلم على الشوب درونج الاعمال الباور لنفس البلان المعماري اللي عندي. ده دور واحد انا اشتغلت عليه، ده الدور الارضي. طبعا كل دور بيبقى ليه رسمه شوب درونج خاصه بيه، اناره وباور ولو كارنت ولوحه كوردينيشن، لوحه تنسيقيه، هنتكلم عن كل حاجه بالتفصيل ان شاء الله. طبعا انا رسمت رسمه اللايتنج وكده، رسمه اللايتنج جاهزه. هبدا اشوف خطوات عمل الشوب دروينج الاعمال الباور. طيب اول حاجه هي خطوات ثابته يا جماعه، انا بستخدمها في اي شوب دروينج انا بعمله، بتسهل عليا عمل الشوب دروينج. مش محتاج بقى ان انا افضل اعقد في نفسي وافضل اقول لا ده الرسمه كبيره ده رسمه صغيره. انا طبعا في المستوى الاول بادئ برسمه سكني بسيطه جدا، اما في مستويات ادفانسد احنا بنبدا فيها نتكلم عن المباني اللي هي الكبيره، المباني التجاري، بنبدا نتكلم عن البنوك، بنبدا نتكلم عن المستشفيات اللي هي الحاجات اللي بيبقى الشوب درونج بتاعها معقد شويه، بيبقى طبعا كيبل تري، بيبقى انظمه مختلفه هنبدا نتعرف عليها ان شاء الله في المستويات الادفانسد. طيب خطوات عمل الرسومات التنفيذيه الكهربائيه. أول حاجة يا جماعة أنا لازم أعملها دراسة الرسومات التصميمية ومقياسة الأعمال. النقطة دي يا جماعة أنا لمستها كتير جدا، إن الناس ما بتدرسش الرسومات التصميمية كويس ولا مقايسة الأعمال. فبالتالي يجي يرسم يكون مثلا في مقايسة الأعمال طالب إن كابل التكييف مثلا يبقى 4 في 6، ألاقي بعض الناس منفذاه 3 مللي 4 مللي. هو متعود ان التكييف اللي هو بيحطه على اي رسمه هو بيعملها 4 مللي، خلاص هو حفظ كده. لا يا جماعه، كل سيستم وليه مقايسته وليه طريقته وليه ظروفه المعينه الخاصه بيه. انا ممكن اجي اشتغل دلوقتي اعمل الرسومات بتاعتي اعملها كلها امبيدد في الخرسانه، واجي اتفاجئ اصلا ان هو مش عايزها امبيدد في الخرسانه، انه عايزها اكسبوزد. فانت لازم تراجع رسومات التصميم كويس ومقايسه الاعمال، ودي النقطة إن شاء الله يا جماعة اللي احنا هنتكلم عليها في الفيديو ده. طبعا أنا فتحت الرسومات التصميمية. أول حاجة بفتح أدي رسمة التصميمية هي بتاعة الباور في البلان اللي أنا شغال عليه، ده الجراوند اللي أنا شغال عليه. طبعا هنا في الفيرست فلور اللي هو الدور الأول، أو بمعنى صح هنتكلم إن هو الدور المتكرر. فأنا هبدأ أعمل الشوب دروينج للباور في الدور الأرضي زي ما احنا عملنا اللايتنج في الدور الأرضي. لو انا جيت بصيت كده على الشقه اللي انا اشتغلت عليها برضو هعمل لها حدود كده بولي لاين عشان نبقى احنا كلنا شايفين ايه اللي بيتم. اجي هنا كده بالظبط، انا بحدد الشقه اللي احنا هنشتغل عليها. طبعا هنشتغل على شقه دلوقتي، وبعد كده هنشتغل على ال4 شقق ونوريكم برضو الشوب درونج شكله عامل ازاي في الرسمه البسيطه بتاعتنا دهيا. وانا طبعا نصيحتي لكل الناس اللي بادئه في مجال الشوب درونج ابدا بالسهل. يعني انا برضو في ناس كنت اعرفها اول ما ابتدى واول ما عرف الشوب درونج خطواته عامله ازاي ودنيته عامله ازاي، بدا على طول قام رايح جايب رسمه مستشفى. المستشفيات طبعا معروف ان هي من الرسومات الدسمه اللي محتاجه ان انت تكون كويس جدا في الشوب درونج وايدك مشيت في كذا رسمه علشان ما تبقاش انت داخل على رسمه ما انتش عارف انت بتعمل ايه. لا، جري ايدك الاول في كام رسمه صغيره، بعد كده ابدا روح على الرسومات الكبيره. انا كده بحدد الشقه اللي انا هشتغل عليها، انا بحددها تحديد بسيط قوي زي ما حضراتكم شايفين كده. مش مشكلة أي تحديد، وهبدأ آدي الشقة بتاعتي اللي أنا هبدأ أشتغل عليها. أهي عايز طبعا أخلي لونها مختلف شوية. يا جماعة اللي انا حددتها دي هي حدود الشقة اللي انا هشتغل عليها. تمام،
هبدأ دلوقتي أبص على لما باجي أعمل شوب درونج للباور. الشوب درونج بينقسم لحاجتين في الباور، بينقسم للتغذيات الدوائر الفرعية اللي خارجة من اللوحة، وبينقسم لتغذيات اللوحات الفرعية من اللوحة الرئيسية. أنا هعرف الكلام ده إزاي؟ وأنا بعمل الشوب درونج أهم حاجة لازم أدرسها هي الرايزر دايجرام والسنجل لاين دايجرام. أنا لو بصيت هنا على الرايزر دايجرام هلاقي الرايزر دايجرام ده يا جماعة اللي بيبقى فيه السيستم الكهرباء اللي ماشي في العمارة كلها، اللوحة الرئيسية مع اللوحات الفرعية. السنجل لاين هلاقي فيه تفصيل لكل لوحة. طيب أنا لما أبص للرايزر هلاقي إنه بيقول لي إن في لوحة اسمها ام دي بي 1 اي، دي اللوحة الرئيسية اللي موجودة على مدخل العمارة، ودي بيقول لي إن ديت هتتغذى بكابل جاي من اللاندسكيب. تمام. بعد كده اللي خارج منها ديت طبعا عشان مشروع عمارة سكنية فاحنا بنسميه الصاعد، رايزر صواعد. انا عندي 1 2 3 4 5 رايزر في العمارة، 4 رايزر للشقق ورايزر متاخد للوحة الخدمات. لو انا جيت عملت زومنج كده وقعدت ابص على الرسمة بتاعتي عشان اعرف همسك رايزر واحد مثلا منهم وليكن، فالرايزر ده بيقول لي ان هو 4 في 1 في 70 ملي متر سكوير كبر، زائد 1 في 35 ملي متر سكوير كبر على 5 في 29. هنا بيقول لي ان الصاعد ده هيجي من اللوحه الرئيسيه بطريقه ما هنشوفها ان شاء الله، هيطلع على طول العماره على حيطه متكرره وهيبدا يغذي الشقق السكنيه اللي عندي. هيبقى عندي 5 مواسير 29 ملي، ودي هيبقى ماشي في كل ماسوره فردة 70، وفي ماسورة هيمشي فيها فردة 35 للإرث. طيب المحاكاة ديت بتاعة المستطيل ده هو ده بوكس الصاعد أو البواط بتاع الصاعد اللي موجود عند حضرتك في العمارة. لو أنت طالع في كل دور هتلاقي بوكس في دور في كل دور بنفس الشكل في نفس المكان، وطالع ما بينهم طبعا المواسير اللي عندنا. العمارة ديت متغذية 3 فيز مش سنجل، عشان كده هنبص هنلاقي كل شقة واخدة الثري فيز والنيوترال والارث زي ما حضراتكم شايفين. يبقى الصاعد طالع على طول الخط هنا في العماره، وبعد كده الشقه بتاخد برانش منه. طبعا قطاع البرانش ده مش زي قطاع الصاعد، يعني قطاع الصاعد 4 في 1 في 70 زائد 1 في 35. طيب البرانش اللي متاخد منه 5 في 1 في 10 كبر على 5 في 16، يعني هنا بيقول لي ان في 5 اسلاك 5 موصلات 10 مللي على 5 مواسير او 5 خراطيم 16 مللي. طيب هو يقصد لما يقول لي خراطيم يبقى ديت هتترمي في السقف ولا هتترمي اكسبوزد ولا هتترمي كيبل تري؟ طبعا احنا عارفين الخراطيم بتترمي في امبيدد في الخرسانة. اما في المباني الكبيرة يا جماعة بيبقى توصيلات اللوحة الرئيسية باللوحات الفرعية غالبا بتكون عن طريق كيبل تري، غالبا، وبقول غالبا لان هي اللوحات الفرعية بتتغذى من اللوحة الرئيسية بكابلات قطاعها اكبر، فمش هينفع تمشي داخل خراطيم او مواسير. طيب انا هنا الرايزر بيقول لي ان الرايزر صاعد اهو داخل على بواط، البواط دوت مسلم لكيلو وات اور ميتر العداد. طبعا مفيش لوحه موجوده في اي مكان الا ويكون قبلها عداد، لازم يكون قبلها عداد طبعا لان الحكومه هتحاسبك على الكلام ده. طيب هنا في العماره السكنيه بتبقى العداد موجود قبل كل لوحه، اما طبعا في المباني الكبيره اللي هي مثلا مبنى تجاري انا مش هحط، انا طبعا ممكن احط عداد على اللوحه الرئيسيه واحط عداد على كل محل. فبتيجي شركه الكهرباء تحاسبني ازاي بقى يا جماعه؟ بتيجي شركه الكهرباء تشوف العداد اللي على اللوحه الرئيسيه قرا كام كيلو وات اور، وبعد كده العدادات الفرعيه كل واحد قرا كام كيلو وات اور. بعد كده بتقول والله انت عليك مبلغ من المال كذا وكل محل عليه كذا، بيبدا يخصم ده من ده، الباقي اللي هي مثلا إنارة الطرق وإنارة الحمامات وإنارة الأماكن العامة في المول دي على صاحب المول، أما إنارة المحل وشغل المحل بيبقى على المحل. طيب اللي هو موجود جوه المول. لو جيت بصيت هلاقي بانل اسمها بانل إيه متكررة في كل الأدوار، إذا الشقق أكيد سيمتريك. بانل إيه بانل إيه بانل إيه نفس الرايزر بالظبط، الرايزر الثاني الرايزر الثالث الرايزر الرابع، هلاقي بس المختلف الوحيد بانل بي. بانل بي دي بتاعت الشقة الصغيرة اللي في مدخل العمارة اللي هي موجودة بالشكل ده. أنا لو جيت بصيت هلاقي أدي المدخل الرئيسي في العمارة، هلاقي بعد كده أدي بانل بي أهي. أما لو بصيت في الثلاث شقق ألاقي بانل إيه، وأروح للشقة اللي هناك هلاقي بانل إيه، وهاجي للشقة اللي أنا هشتغل عليها هلاقي بانل إيه. طيب يبقى أنا كده عرفت إن في لوحة رئيسية في مدخل العمارة، في لوحة خدمات في العمارة، في لوحات فرعية داخل العمارة، وكل اللوحات دي هتاخد من اللوحة اللي اسمها ام دي بي 1 ايه. لازم يا جماعه وانا بعمل الشوب درونج اراعي حاجه مهمه جدا جدا جدا. انا دلوقتي بعمل شوب درونج لايه؟ للدور الارضي.
لازم اخد بالي هل في ربط ما بين الدور الارضي والدور اللي بعده؟ اه في ربط. طب الربط دوت هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن الصواعد اللي هتطلع. طبعا دي علامه الرايزر. يعني لو بصيت في الليجند هنا هلاقيه بيقول لي ان ديت 30 في 30 رايزر بوكس، ده البوكس اللي هيطلع فيه المواسير اللي انا شفتها في الـ في الايه؟ في الـ في الـ في الرايزر اللي موجود هنا. المواسير دي ادي البوكس ده، البوكس ده اللي هو مرسوم ده المستطيل ده هو محاكاة للبوكس اللي موجود عندي في مدخل العمارة هنا، وهنلاقيه متكرر في الأدوار اللي بعد كده. إذن في 5 مواسير هيطلعوا دايركت على نفس الحيطة من تحت لفوق لآخر دور في العمارة. طيب لازم أراعي الكلام ده؟ أه طبعًا لازم أراعي الكلام ده. وأنا برسم هرسم 5 مواسير هنا و5 مواسير هنا وأكتب إن دول أب تو نيكست فلور. لازم تراعي دي، نقطة مهمة جدا جدا جدا، ومن الأخطاء الشائعة إن المهندس بيهتم إن هو يرسم كل حاجة على البلان بس ما بيعملش الربط مع الدور اللي فوق. نيجي نطلع نشتغل في السقف، طب هو إزاي الرايزر اللي فوق هياخد الفيدنج بتاعه؟ ما تلاقيش إجابة. طيب هنبدأ الأول هنبص على تفاصيل كل لوحة. أنا لو بصيت على تفصيل بانل إيه؟ بانل إيه زي ما حضراتكم شايفين اللينيتين اللايتنج اللي إحنا عملناهم هنا أهوت. في لو انا جيت بصيت على نفس الشقه هنا ادي بانل ايه اهي، خارج منها خطين لايتنج، ادي خط وادي خط. خلاص اذا انا في الشوب درونج بتاع الاناره انا عملت اللينيتين اللايتنج. باقي الشغل اللي موجود في السنجل لاين ده كله تبع الباور. يعني اللايتنج بيتعمل على لوحه لوحده، الباقي الشغل كله بيتعمل على لوحه باور. طبعا اذا كانت الدنيا معقده ولينيات الباور كتير جدا انا ممكن اقسم لوحه الباور لكذا لوحه، ممكن اقول لوحه السوكتس والباور سوكتس، ممكن اعمل لوحه للاير كونديشن بس ولوحه للمراوح وهكذا. بس طبعا الرسمه اللي عندنا بسيطه، فاحنا هنعمل كل الباور ان شاء الله على لوحه واحده. لو انا جيت بصيت اللايتنج 3 في 3 مللي كبر على فاي 16، خلاص انا عندي لينيتين لايتنج انا عملتهم. هاجي بعد كده على السوكت، انا عندي 5 لينيات سوكت، 5 خطوط سوكت، 3 في 3 مللي كبر على فاي 16 على خرطوم 16 برضو، ده برضو هيبقى امبيدد. لو انا جيت بصيت عشان اشوف فين لينيات السوكت على الرسمه اللي انا هعملها اهو، هاجي ابص هنا هلاقي هنا بيقول لي اس 1 على ايه؟ يعني دي تبع الاس 1 ده، دي طبعا السيمبل ده. هاجي ابص في الليجند اللي هو عامله لي عشان افهم الدنيا عندي عامله ازاي. فالسيمبل ده سنجل الكتريك سوكت بريزه احاديه عاديه، بعد كده ويزر بروف سنجل الكتريك سوكت، دي باريزه ويزر بروف برضو احاديه، دبل الكتريك سوكت دي باريزه ثنائيه، ودي باور سوكت باريزه قوه، وبعد كده ديسكونكتور سويتش اوتلت بوكس فور اي سي فور اير كونديشن، بعد كده ديسكونكتور سويتش اوتلت بوكس فور ووتر هيتر للسخان، بعد كده 3 فيز لود بريك سويتش ده يستخدم في المصعد في الاسانسير، بعد كده بوكس الصاعد هو هنا موصفه لي 30 في 30 بس لو انا جيت بصيت عشان اشوف المصمم عمل ايه، لو جيت كده قست البوكس اللي هو رسمهولي هلاقيه عامله 17 سنتي. طبعا انا براعي كل حاجه بكل الابعاد وانا بعمل الشوب درونج. ليه؟ ولنفترض الكتف اللي انا واخده علشان احط عليه الرايزر والكيل وات اور ميتر اللي هو الكتف ده، انا لو جيت قسته كده اهو شوف ابعاده الحقيقيه 3 متر وربع. طيب هو هنا حاطط بوكسين وحاطط 2 كيلو وات اور ميتر، واكيد هيبقى فيه شغل تيار خفيف ان شاء الله جاي هيتحط في الحته دي، فانا عايز اتاكد ان الحيطه اللي اسمها 3 متر وربع ديت اللي طولها 3 متر وربع هتكفي معايا الشغل اللي انا هحطه عليها. اذا انا لازم احط كل حاجه بابعادها الحقيقيه. نرجع لموضوعنا. اذا انا عارف ابص كده اس 1 اس 1 اس 1 اس 1 اس 1، اذا 1 2 3 4 الخمس برايز دول على خط على لينيه. طب اللينيا الثانية أنا عارف إن أنا عندي 5 لينيات، أنا شفت في السنجل لاين من شوية إن أنا عندي 5 لينيات سوكت. آدي S2 وS2 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 كمان اللي بره دي، فإذا آدي 1 2 3 4 5 برايز على اللينيا الثانية. هاجي بعد كده أكمل S3 هلاقيها في آخر أوضة هنا، هلاقيها في الحمام مع آخر أوضة، آدي S3 S3 كمان S3 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 ديت اللينيا التالتة، وآدي اللينيا الرابعة فاصلها، وادي اللينيا الخامسه. يبقى انا كده شفت ال5 لينيات اللي عندي في لوحه اللي هي بتاعه بانل ايه. طبعا الكلام ده يتكرر في كل شقه لان انا عندي لوحه اسمها بانل ايه في كل شقه. طيب بعد كده باور سوكت واحده بس، انا عندي لينيا واحده بس باور سوكت جوه الشقه. طيب ابدا ادور عليها، اكيد الباور سوكت دي هتبقى بتاعه الغساله. طبعا اهي
باور سوكت 1 على ايه، لو دورت في الشقه مش هلاقي اي باور سوكت تاني. طيب بعد كده هاجي ابص على ايه اللي في السنجل تاني، هلاقي فيه ووتر هيتر، لينيا واحده ووتر هيتر سخان. برضو هرجع كده ابص في الحمام يا في المطبخ، السخان بيتحط في الحمام يا في المطبخ، فانا الاقي ووتر هيتر 1 على ايه، ادي الووتر هيتر موجود هنا في الحمام. وطبعا انا ان شاء الله في لوحه الكوردينيشن هنعرف اذا كان مكان الغساله مظبوط ومكان السخان مظبوط ولا لا. طيب هنكمل بعد كده، هنلاقي فيه اير كونديشن 1، طبعا ده الاير كونديشن الرئيسي اللي موجود في الريسبشن، اير كونديشن كبير شويه. بعد كده عندي ثلاثه اير كونديشن في الثلاث غرف اللي عندي، فانا لو جيت بصيت كده طبعا لينيه الباور سوكت بتتغذى مباشره من اللوحه، ما بيخشش معاها اي حاجه تاني، يعني بيروح لها خط على طول من اللوحه للباور سوكت. لينيه الووتر هيتر بيروح لها من اللوحه على الووتر هيتر، لينيه الاير كونديشن برضو من اللوحه على الاير كونديشن، ما تجيش تحط لي اتنين اير كونديشن على لينيا واحده، مفيش الكلام ده. اللي بيتحط على لينيا واحده البرايز العاديه والبرايز الدوبلكس بس، البرايز هي اللي ممكن اطلع من اللوحه اروح على البريزه الاولى، من الاولى للثانيه، من الثانيه للثالثه، من الثالثه للرابعه، من الرابعه للخامسه، كده انا عملت خط برايز. اما الباور سوكت هو خرطوم واحد بيطلع على طول بيروح للباور سوكت، الووتر هيتر بيطلع على طول يروح للووتر هيتر، الاير كونديشن بيطلع على طول للاير كونديشن. طيب ادي اير كونديشن 1 على ايه، اير كونديشن 2 اللي موجود في الاوضه الثانيه، واير كونديشن 3 واير كونديشن 4. انا عندي اربعه اير كونديشن، واحد رئيسي في الريسبشن وثلاثه في الغرف كده. تمام، هل في حاجه تاني في السنجل لاين؟ لا مفيش. اذا انا مطالب ان يخرج من اللوحه 5 6 7 8 9 10 11، طبعا السبير ما بيخرجش، السبير ده بيبقى مفتاح عادي، يبقى انا مطلوب مني ان يخرج 11 بولي لاين خارجين من اللوحه رايحين للدوائر المختلفه، وده اللي هنشوفه مع بعض ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. طبعا زي ما احنا شايفين الاير كونديشن الموصلات بتاعته 3 في 4 مللي، اير كونديشن صغير طبعا، المكان الاماكن الكبيره بالاير كونديشن اكبر من كده. الووتر هيتر هو عامله هنا 3 في 3، ده رسم تصميمي، ما تجيش سيادتك تقوم حاطه 3 في 4 مللي، الكلام ده خطا، امشي تبع المقايسه، الا اذا انت عرفت ان السخان هيجي اكبر من حجمه، فبتبدا تبعت للاستشاري وبتقول له والله الاير كونديشن هيجي مثلا 50 لتر، هيجي 70 لتر، فانا الحمل بتاعه هيبقى كبير، فاذا ال 3 في 3 مش هتنفعه، فانا مقترح ان هو يبقى 3 في 4 وهكذا. طيب دي تفاصيل اللوحه، هنا اللوحه بيقول لك 5 في 1 في 10 ملم سكوير كبر على 5 في 16 فيت فروم رايزر اند ام دي بي، هنا بيقول لي ان اللوحه اللي اسمها بانل ايه ديت بتتغذى من الام دي بي عن طريق الرايزر كده. تمام، بانل بي مش هتختلف كتير، هلاقي نفس لينيتين اناره بس، هنا عشان طبعا هي اوضتين بس مش ثلاث اوض، فهلاقي اربعه سوكت، لينية سوكت هتقل، هلاقي باور سوكت، هلاقي ووتر هيتر، هلاقي اير كونديشن رئيسي في الريسبشن، واثنين في الاوضتين اللي عندي. طبعا لوحه الاس ار هنشرحها ان شاء الله بعد كده. لو جيت بصيت بقى دلوقتي انا كده فهمت الرسمه التصميمي بتقول ايه، عرفت تفاصيلها كلها، ناقص ان انا بس اقرا المقايسه واطبقها مع الرسم التصميمي اللي انا عملته. هفتح المقايسه كده هبص، ادي المقايسه اللي عندي، اول حاجه هلاقيها البانل بورد سبلاي انستول كونكت اند تيست لو فولتج بانل بورد. The unit price includes all the work and necessary fitting required to complete the job according to specification, drawing, and other contract document. طبعا أول حاجة جايبها panel type A. أنا عندي طبعا العمارة ديت بتتكون من 24 شقة، زي ما اتفقنا في شقة واحدة بس صغيرة موجودة في مدخل العمارة، إذا أنا عندي 23 لوحة من اللوحة الكبيرة اللي هي السيمتريك، وعندي لوحة واحدة بس بتاعت الشقة الصغيرة، panel A وبانل B، ودول أنا شفت السنجل لاين بتاعهم من شوية. بانل ار دي كانت موجوده في الروف ودي اتلغت، دي مش موجوده في الشكل اللي عندي، طبعا اتلغت طبعا لما جينا المشروع المالك قال لك والله احنا مش محتاجين لوحه في الروف، احنا مش هننور الروف، لا ده الروف هيستخدم في استخدامات ثانيه. عندي بانل تايب اس ار، البانل ديت لوحه الخدمات هي واحده بس في العماره. بانل تايب ام دي بي 1 اي هي واحده بس في العماره. سبلاي انستول كونكت اند تيست كيلو وات اور ميتر بوكس 3 فيز فور ايتش ابارتمنت اند جنرال سيرفيس. هنا بيقول لي ان انا عايزك تركب بوكس للكيلو وات اور ميتر، طبعا انت مش هتركب جواه العداد، هو بوكس فاضي. طبعا اللي بيركب العداد شركه الكهرباء. هنا بيقول لي 25، الله جت منين 25؟ انا عندي 24 شقه بس. ايوه هو 24 شقه زائد لوحه الخدمات بتاعت العماره، ما هو شركه الكهرباء هتحاسبك على استهلاكك للخدمات، الاناره بتاعت المدخل والاسانسير ولو في طرمبات ميه وهكذا. طيب البند اللي بعد كده لو فولتج كيبلز، البند ده في مصر غالبا هو اللي بيتوصف فيه
اذا كان الكابل ده هيتمد على كيبل تري ولا لا. لو كيبل تري هيقول لك، هيقول لك في بي في سي كوندويت او كيبل تري. طيب سبلاي انستول كونكت اند تيست لو فولتج سنجل كور كيبلز 6 من 10 على 1 كيلو فولت. ده طبعا درجه الانسوليشن، الانسوليشن بتاعه درجه العزل بي في سي از ارايزر فروم مين بانل بورد ام دي بي اي 1 اور فروم رايزر تو اتش بانل بورد. هنا بيقول لي الكابل ده هيتمد يا اما من الام دي بي طالع للرايزر، يا اما من الرايزر برانشات للبانل بورد، اولسو كيبلز تو سيرفيس بانل، وكمان هيغذي لوحه السيرفيس. يا جماعه لازم نقرا البنود دي بعنايه عشان البنود دي هي اللي هتفهمني السيستم ماشي ازاي. ما ينفعش ترسم شوب دروينج من غير تكون، يعني من غير ما تكون فاهم السيستم ده ماشي ازاي. طيب طبعا نفس الدباجه زي يونت برايس انكلودز اول بوكسز اند نيسيسري فيتنج. هنا يقصد ان جميع بوكسات الصواعد، جميع الاكسسوارز اللي انت محتاجها عشان تركب الرايزر محمله على الكابل. يعني وانت بتيجي تعمل تحليل سعر، وان شاء الله نبقى نعمل محاضره لتحليل السعر، بتبدا تشوف الكابل بتاعك ده محمل عليه ايه عشان تحطه بثمنه المظبوط. لو جيت بصيت على البند الاولاني هلاقي 4 في 1 في 70 ملم سكوير كبر زائد 1 في 35 ملم سكوير كبر على 5 في اي 29. طبعا لينس ميتر بالمتر الطولي 120 متر. ده كده كله على بعضه 120 متر موجودين في العماره. يعني هو بيحسب اليونت الواحده 4 في 1 في 70 زائد 1 في 35. دي يونت. لما تيجي تعمل حصر ما تجيش تقيس لي كل فرده لوحدها، هتقيس كل خمس فرد مع بعض هنسميهم دول يونت، عشان المقايسه هنا نازله باليونت باللي هو 4 في 1 في 70 زائد 1 في 35. طيب ده بتاع ايه؟ دوت اللي هو خارج من الام دي بي الرئيسيه وطالع في الرايزر من تحت لفوق في العماره. بعد كده البند اللي بعده 5 في 1 في 10 ملم سكوير كبر على 5 في 16، ده طوله 85 متر. برضه هعتبر ان ده باكج على بعضه عشان لما اجي اعمل حصر يبقى انا ما اعملش حصر لكل فرده 10 مللي، لا ده انا اعمل حصر للخمس فيلات مع بعض. طيب ده كان منين لفين؟ ده كان واخد من الرايزر اللي هو ال 70 برانش رايح للبانل اي او بانل بي، يا اما رايح للاس ار. طيب بعد كده 4 في 10 ملم سكوير كبر كيبل بي في سي على بي في سي زائد 10، ده كابل بقى. لما يقول لي 5 في 1 في 10 يبقى فرد موصلات، لما يقول لي 4 في 10 يبقى ده قصده كابل. الكابل ده على فاي 50 ديت هتغذي المصعد. لو جينا بصينا كده في البلان اللي عندي اهو، ادي الام دي بي رايح الرايزر للاس ار لوحه الخدمات، ولوحه الخدمات خارج منها صاعد، الصاعد ده 50 مللي. وهعمل حساب وانا برسم الشوب دروينج، لان هو مخترق سقف الارضي وسقف الاول وسقف الثاني والثالث والرابع والخامس، لغايه ما طلع في الدور الخامس غذى الاليفيتور بكابل 4 في 10 زائد 1 في 10. اوكي اكمل المقايسه اللي عندي، شوف ايه اللي يهمني. كابل 3 في 6 ده اللي كان رايح للروف واتلغى. طبعا احنا في فيديوهات الاناره شرحنا السويتشات وشرحنا مخارج الاناره وشرحنا وحدات الاناره، مش هتهمني في حاجه. اللي يهمني بعد والبيل سيستم كمان شرحناه مع الاناره، يهمني من اول بند 8 سوكت اوتليت اند ذا سوكتس. هبدا اقرا البند كويس جدا واشوف ايه محمل عليه. سبلاي انستول كونكت اند تيست سنجل سوكت اوتليت انكلودنج اتس سيركت 3 في 3 مللي كبر انسايد بي في سي كوندويت 16 مللي فيتنج ايرثنج ترمينيشن. هنا بيقول لي ان ده مخرج باريزه احاديه. مخرج الباريزه ده جواه سلك 3 في 3 مللي جوه خرطوم بي في سي كوندويت. بي في سي كوندويت يعني تحتمل الاحتمالين، يا اما خرطوم يا اما ماسوره. وطبعا الكوندويتس لو انا همشيها خرطوم طبعا شور هتبقى موجوده امبيدد في السقف. طيب هنشوف بقى محملات البند. زيونت برايس انكلود ذا سوكت بادي، هنا محمل على بند المخرج الباريزه نفسها 16 امبير 220 فولت بوكسز فيس بليت اول ذا ورك الوش والشاسيه واللؤم، كل المطلوب عشان انت ايه تشطب الباريزه ديت للفينش النهائي. بند 812 سيم اس 811 بات دوبلكس سوكت، يعني وش موجود فيه لقمتين برايز ما فيهاش اي مشكله خالص. 813 سيم اس 811 بات ذا سوكت از ويزر بروف، الباريزه ديت هتبقى ويزر بروف. طيب بند 91 كده انا خلصت بند السوكت. طبعا دي الكميات بتاعت السوكتس اللي انا ان شاء الله بعد ما ارسم الشوب دروينج هتشيك على الكميات ديت، هعمل كده كومباريزون ما بين كميات المقايسه والكميات بتاعتي. والله ممكن في وسط الشغل الملك يقول لك لا الغي لي الباريزه ديت اللي موجوده زياده، انا مش عايز
اربع برايز جوه الاوضه، انا عايز ثلاث برايز جوه كل اوضه بس، لا زودي البرايز. اذا الحصر النهائي هو اللي هيبين لي اذا كانت هتبقى زي البي او كيو ولا هتزيد ولا هتقل. طيب باور سوكيت اوتلت سبلاي انستول كونكت اند تيست باور سوكيت اوتلت انكلودنج اتس سيركت 3 في 3. هنا عايز مخرج باور سوكيت شامل السلك بتاعه جوه بي في سي كوندوت 16 مللي. ذا يونت برايس انكلودز ذا سوكيت بودي، برضه هنا محتاج البريزه نفسها والبوكسز والفيس بليت، عايز الوش والشاسيه. طيب بعد كده اير كونديشن اوتلت، كل الكلام ده انا شفته من شويه في السنجل لاين. الاير كونديشن اوتلت سبلاي انستول كونكت اند تيست لود بريك سويتش 25 امبير 220 فولت انكلودنج اتس سيركت 3 في 4 مللي كبر انسايد بي في سي كوندويت 23 مللي. هنا بقى الخرطوم بقى عندي كام او الماسوره 23 مللي. تو فيد اير كونديشن يونت سبليت يونت، الجمله دي مهمه قوي. مهمه في ايه؟ بعض الناس لما بتيجي ترسم الشوب دروينج بتطلع بخرطوم من اللوحه لغايه المفتاح الديسكونكتور سويتش بتاع الاير كونديشن وخلاص. لا يا جماعه، الجمله دي قصده ان حضرتك بعد ما تعمل انبوت جوه اللود بريك سويتش لازم تاخد خرطوم اوتبوت وتروح لمكان، يا اما بقى احنا طبعا عشان في بعض الابلكيشنز مش بنكون عارفين مكان الفانه، احنا عارفين السبليت يونت بتبقى جزئين، الفانه اللي هي الوحده اللي بتضخ التهويه، وبيبقى عندي الكمبريسور ده اللي بيبقى موجود بره على واجهه العماره. فانا برمي الخرطوم على الكمبريسور بره، وبعد كده وهو بيركب الفانه وهو راجع بخرطوم الفريون يبقى ياخد معاه فردتين الكهرباء. اذا انا لما اجي اعمل شوب دروينج انا هراعي برضو مكان السبليت يونت وهراعي الدخل الانبوت والاوتبوت بتاعه. طيب الووتر هيتر اوتلت مخرج السخان مثله كمثل الاير كونديشن، انا رحت من اللوحه لغايه الديسكونكتور سويتش او اللود بريك سويتش بتاع الووتر هيتر تغذيه. طيب انا محتاج بعد كده اخرج ببايب او اخرج بكوندويت اطلع لغايه السخان نفسه، طبعا هم بيبقوا على نفس الحيطه، او ممكن احط عشان فور سيفتي احط الديسكونكتور عند الباب بتاع الحمام واخلي السخان جوه على حسب. لو المفتاح دوت ويزر بروف انا ممكن اخليه جنب السخان، ومحتاج بقى ان انا اخرج ببيبه او اخرج بكوندويت اروح لغايه السخان. طيب بعد كده الديسكونكتور سويتش دوت بتاع الاليفيتور، انا شغلي في الاليفيتور ان انا بطلع بالماسوره بتاعتي اللي هي ال 50 اللي هو قايل عليها، هطلع لغايه الديسكونكتور سويتش وهركب الديسكونكتور سويتش جوه البوكس بتاعه. بعد كده اللي هيركب الاليفيتور ده مش ده خارج سكوب مهندس الكهرباء، اللي هيركب الاليفيتور بياخد التغذيه بتاعته من الديسكونكتور سويتش اللي انا حاططه له، ويبدا يدخل على لفت كنترول بتاعت المصعد ديت انا كمهندس كهرباء ما بتدخلش فيها. طيب اوكي كده انا درست المقايسه كويس، درست الرسمه كويس. هبدا بعد ما انا درست المقايسه والرسمه هبدا بقى اشوف المرحله اللي جايه ان شاء الله اللي احنا هنشوفها في الفيديو اللي جاي، اللي هي دراسه الكتالوجات للنظام المراد رسم. انا كده خلصت اول نقطه اللي هي دراسه الرسومات التصميميه ومقاسه الاعمال. لازم حضرتك تدرس الرسومات التصميميه كويس جدا. طبعا انا المفروض كنت ادرس بقيه الرسومات زي لوحه البلامنج، لوحه البلامنج اللي هي لوحه الصحي. اللوحه ديت بيبقى محتوي على تغذيه السخان بالميه طبعا سخن وبارد وهكذا عشان اتاكد من مكان السخان فين، وبيبقى كمان فيها مكان تغذيه وصرف الغساله اتاكد ان مكان الغساله مظبوط، بس ده هيتم في لوحه الكوردينيشن ان شاء الله. بس المفروض انا مهندس بروفيشنال ابدا ابص على اللوحات اللي جايه مع الباكج كلها، ما تبقاش نظرتي للرسومات الكهرباء بس، لا انا ابص على المعماري والانشائي والميكانيكا والكهرباء، ابقى مهندس كوردينيشن. ده بيتقلني في السوق جدا، ده بيعلي سعري جدا، ده بيخليني فاهم السيستمز وعندي سوليوشنز كتير ان انا اقدر ارسم بيها شوب دروينج او انفذ. طبعا مقايسه الاعمال لا غنى عنها، نقرا مقايسه الاعمال كويس زي ما احنا قريناها، وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنبدا نكمل بقيه النقط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.